السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي الأعزاء بكلية التجارة جامعة كفر الشيخ. معكم الأستاذ الدكتور حسين مسلحي، أستاذ إدارة الأعمال والتسويق. النهاردة هنكمل المحاضرات الخاصة بمادة التسويق وخاصة مبادئ التسويق، وهنتكلم النهاردة عن القرارات أو السياسات التي تتبعها المنظمة من أجل إن هي تضع استراتيجية تسويقية ليها بحيث تحقق الأهداف الخاصة بالتسويق. زي ما احنا تعرفنا في المحاضرات السابقة مع الزملاء الأعزاء، وعرفنا إن التسويق الهدف الأساسي منه هو تبادل السلعة أو تبادل الخدمة أو تبادل الفكرة، وهو عملية تبادل الهدف منها أساسا تحقيق أهداف المنظمة وإشباع الرغبات الخاصة بالمستهلك أو بالعميل بتاعنا. أيضا عرفنا إن التسويق يختلف تماما عن البيع، وإن البيع جزء من التسويق. التسويق بيبدأ أساسا بإنك أنت تدرس الرغبات واحتياجات المستهلكين أو العملاء المتوقعين، وتعرف هم محتاجين إيه. لما بتعرف هذه الاحتياجات بتحاول تصممها وتعملها وتعطيها ليهم. احنا مش بنصرف منتجات فقط او ان احنا عايزين نبيع هذه المنتجات باي شكل، ولكن بنشوف العميل المتوقع محتاج ايه، وبعمل هذه الرغبة بحولها في شكل منتج وارجع اصممها واديها. عشان كده لابد ان تكون هناك استراتيجية تتبعها المنظمة، وعشان يعني هذه الاستراتيجية التسويقية تقدر تعملها لابد من ان هي تتخذ مجموعة من القرارات. عندنا هذه القرارات كما تعلمناها سابقا بتدخل في ما يسمى المزيج التسويقي، والمزيج التسويقي زي ما انتم تعلمتوه في المحاضرات السابقة هو عبارة عن المنتج والتسعير والتوزيع والترويج، واللي بنقول عليه اللي هو الفور بي. علشان كده لما تيجي تضع استراتيجية تسويقية لابد انك انت تضع قرارات تخص هذا المنتج. ايضا المنظمة عليها ان تضع قرارات تخص التسعير وقرارات تخص التوزيع وقرارات تخص الترويج. ان شاء الله اكون معاكم في الجزء الثالث من الكتاب، واللي بيبدأ من صفحة 261، وهنتكلم فيه عن اهم القرارات اللي يجب أن تقوم بها المنظمة من أجل إن هي تقوم بعملية وضع استراتيجية خاصة بالتسويق وتحقق لها الأهداف بتاعتها. أول حاجة النهاردة هنتكلم عن قرارات بنسميها قرارات المنتج، يعني قرارات متعلقة بالعنصر الأولاني في المزيج التسويقي، وهو المنتج نفسه، وإيه هي اللي مفروض نقوم بيها من قرارات من أجل إن إحنا نوصل للأهداف التسويقية الخاصة بالمنظمة. يهمنا جدا في المحاضرة دي ان احنا نتكلم في اكتر من نقطة. النقطة الاولانية نتكلم عن ايه هو مفهوم وتقسيمات المنتج، يعني ايه هو مفهوم وتقسيمات المنتج. هنتكلم ايضا عن دورة حياة المنتجات، هنتكلم على كيفية ادارة مزيج المنتجات، هنتكلم على ازاي نميز المنتجات بتاعتنا، وايضا هنتكلم عن استراتيجية التعبئة والتغليف. المنتجات بصفة عامة ممكن نقول ان هي اداة المنشأة او المنظمة في تحقيق إشباع العميل. يعني العميل أساسا العلاقة بينه وبين المنظمة تتوقف على هذا المنتج اللي بيشبع حاجاته. فالمنظمة إذا كانت بتحقق له منتج يشبع حاجات عنده، في هذه الحالة بيبقى عميل دائم ليها وبيبدأ يتعامل معاها. إذا كانت هذه المنتجات لا تشبع الحاجة لديه، إيه اللي هيحصل؟ إن أكيد العميل هيبعد عنها ويدور على منظمة أخرى تشبع ليه حاجاته. المنتجات الجيدة طبعا بتستطيع إن هي تقلل من الجهود التسويقية المنشأة، لأن هذا المنتج جيد، وبالتالي بيبقى فيه علاقة طيبة بين العميل والمنظمة. نجاح المنتجات إن هي تغزو السوق ده بنعتبره إن هو لوحده كده عامل لجذب العملاء عشان يتعاملوا في السوق. عشان كده بنجد ان قرارات المنتج بتتناول كافة الجوانب المتعلقة بان احنا نشكل هذا المنتج، نطور هذا المنتج، ان احنا نقدمه في اشكال متعددة
تتوافق مع رغبة وحاجة كل فئة من العملاء اللي هم المتوقعين. أيضا لابد أن يكون هناك ابتكار في هذا المنتج، سواء في طريقة إنتاجه أو في التكنولوجيا المستخدمة فيه. وأهم حاجة إن المنتج يحقق الإشباع لحاجة ورغبة موجودة لدى العميل المتوقع علشان يتم عملية التبادل. فالأساس إنك أنت أو المنظمة يكون عندها حاجة، هذه الحاجة محتاجها عميل علشان تقدمها له. لو احنا عايزين نعرف ايه هو المنتج، ممكن نقول ان المنتج هو شيء مملوك لأحد الأطراف وبيحتاج إليه طرف آخر. علشان ينتقل هذا الشيء من الطرف اللي ملكه إلى الطرف الآخر، يبقى لابد أن تتم عملية تبادل بين هذين الطرفين. المنتج ليس سلعة فقط، وإنما يمكن أن يكون فكرة، أيضا ممكن يكون خدمة، ممكن يكون خليط من هذه الأشياء الثلاثة. من مميزات السلعة عن الخدمة والفكرة إن السلعة بتكون ملموسة مادية. من أمثلة هذه السلعة الأجهزة والمعلبات والمواد الغذائية. لما نيجي نقول طب إيه اللي يميز الخدمة، نجد إن الخدمة غير ملموسة. يبقى إن عندنا السلعة بتقدر تمسكها زي القلم زي السيارة، لكن الخدمة ما تقدرش تمسكها، لكن بتحس بيها زي خدمة البنك وزي خدمة الرعاية الصحية اللي بتاخدها في المستشفى أو في عيادة الطبيب. أما الفكرة فهي دايما بتتصف بأن هي تزود الأفراد بالتوعية اللي بيساعدهم على حل مشاكلهم، زي مثلا الفكرة الخاصة بتنظيم الأسرة. أنت عايز إيه؟ عايز توصل هذه الفكرة للعميل بتاعك بحيث أنه هو يقتنع بهذه الفكرة فينظم الأسرة، فيحقق الهدف من المنظمة اللي هي بتقوم على تنظيم الأسرة. وبالتالي كده يبقى العميل استهلك هذه الفكرة، استهلكها بمعنى ان هو اقتنع بيها ونفذها. ممكن نقول ان المنتجات بصفة عامة ممكن نقسمها الى اكثر من قسم. في ساعات بنقول ان المنتجات دي ممكن لما نيجي نقسمها لعمرها، يعني المنتج ده يعيش معاك قد ايه. ففي سلع معمرة، والسلع المعمرة دي بنقصد بيها السلع اللي بتشبه حاجات ورغبات المستهلك على مدة طويلة. لما نيجي نتكلم على السيارة، اكيد السيارة احنا بنشتريها عشان تقعد معانا سنين وليس سنة او سنتين. ايضا الغسالة، التلاجة. في سلع تانية بيسموها سلع غير معمرة، يعني ما بتعيش فترة طويلة ودايما المستهلك بيستهلكها بسرعة وفي مدة قصيرة، زي مثلا المواد الغذائية. لما نتكلم على أي مادة غذائية أنت حضرتك بتشتريها، أنت بتشتريها مثلا علبة الجبن أو علبة الجبنة، بتشتريها بتقعد معاك لمدة مثلا يوم أو يومين، وبعدين ترجع تشتري واحدة تانية، فالعلبة دي ما بتفضلش بصفة دايما، فبنقول عليها إن هي سلع غير معمرة. إذا السلع تنقسم إلى قسمين، سلع معمرة وسلع غير معمرة. ده بالنسبة لما نيجي نقسم وفقا لعمر السلعة. أيضا هناك تقسيمات أخرى وفقا لدرجة أهمية السلعة للأسرة أو للمستهلك. نجد أن هناك سلع ضرورية وسلع كمالية. لما نقول يعني إيه سلع ضرورية وسلع كمالية، في سلع لازم تكون موجودة وسلع ممكن تكون موجودة أو مش موجودة. ولكن المقياس ده بيختلف من مجتمع لمجتمع. يعني مثلا لو رحنا المجتمع الريف بنجد ان السيارة سلعة كمالية، لان الرجل الريف اللي جالس في الريف البسيط هي كل احتياجاته او كل مطالبه بتكون قريبة منه، فما بيحتاجش قوي الى السيارة. لكن لما نيجي نقول مثلا لحاجة زي البوتاجاز او زي مثلا التلاجة، نجد التلاجة والبوتاجاز دي سلعة ضرورية، محدش النهاردة يقدر يعيش بدون وسيلة يطبخ عليها زي مثلا البوتاجاز. وبالتالي السلع يمكن تقسيمها الى سلع ضرورية وسلع كمالية. وخلي بالنا ان ايضا بس السلع اللي قد تكون ضرورية في وقت ما ممكن تختلف مدى ضروريتها من القرية للمدينة. فمثلا نجد انه انسان ساكن مثلا في التجمع الخامس او ساكن في العاصمة الجديدة، مش ممكن تقول له مثلا في ظل زحمة المواصلات او كده، ان تجد ان السيارة قد تصبح لديه سلعة ضرورية علشان يقدر يتنقل
فيها، بينما ان هي في القرى غير سلعه غير ضروره. ايضا من التقسيمات المشهوره قوي في مجال تقسيم المنتجات ان احنا نقسمها لحاجتين، لسلع استهلاكيه وسلع انتاجيه. نظرا لاهميه هذا التقسيم وان الناس المسوقين دايما بيعتمدوا عليه في، وهذا هو التقسيم الشائع، هندخل يعني بنوع من التفصيل في هذا التعريف. السلع الاستهلاكيه هي السلع اللي بتنتقل من الراجل اللي بينتجها الى المستهلك اللي بيستهلكها من خلال وسيط او منافذ توزيع. ومن اهم المميزات اللي بتتصف بيها هذه السلع طبعا ان السوق بتاعها بيكون منتشر كبير جدا، ان حجم هذه السلع بيكون صغير، ان معدل انك انت تشتري هذه السلعه معدل مستمر، لان السلعه بتستهلك وبالتالي انت محتاج مره تشتريها مره واثنين وثلاثه لان هي بتستهلك بسرعه. بنقدر نقسم هذه السلع الاستهلاكيه الى سلع بنقول عليها السلع الميسره. دايما السلعه اللي بنسميها سلعه ميسره هي السلعه اللي ما بتحتاجش مجهود في شرائها. يعني المستهلك لما يجي يشتري هذه السلعه ما يفكرش كتير وما يخططش. النهارده لما حضرتك بتروح تشتري الخبز او الصحف او مثلا تشتري الكبريت اللي بتولع بيه في البوتاجاز مثلا، حضرتك ما بتفكرش كتير وبتروح لاقرب سوق جنبك او اقرب بقاله وتروح تنزل تشتريها بسرعه، بنقول عليها سلعه ميسره لان هي لا تحتاج مجهود في التخطيط لشرائها من قبل المستهلك. ايضا هناك سلع تسمى سلع التسوق، وسلع التسوق دي بتحتاج لان حضرتك تخطط كمستهلك لشرائها وتقارن بينها وبين السلع التانية. النهارده لما تيجي تنزل تشتري تلاجة بتفكر طب اجيب التلاجة كام قدم والتلاجة ديت نوعها ايه واني احسن نوع وجيبها منين، وبتاخد فترة علشان تشتريها وتفكر. ايضا لما نيجي نشتري حجرة نوم او حجرة سفرة بنجد ان هي يعني ما بتنزلش تشتريها في 5 دقايق، ولكن لابد انك انت تاخد منك مجهود في التفكير وفي الاسعار، وبتشتريها وفقا لاكتر من حاجة. طيب هتوافق المكان اللي انت رايحها، الذوق شكله ايه، بنقول عليها سايب. انا عندي سلع ميسره وايضا سلع بنسميها سلع التسوق. في نوع ثالث بنقسمه من السلع نقول عليه السلع الخاصه. السلع الخاصه هي السلع اللي بتبقى مميزه اللي بتخلي بعض العملاء يشتروها والبعض التاني لا، السلع اللي بتخلي ناس فئه معينه زي مثلا الناس اللي بيحبوا الموسيقى، الناس اللي بيحبوا الموسيقى بيشتروا آلات الموسيقى، الناس اللي هم بيحبوا المجوهرات وحاجات زي كده بيشتروا المجوهرات، في ناس بتشتري العملة القديمة، فهذه السلعة بالنسبة لهم سلعة خاصة مش أي حد بيشتريها. أيضا هناك سلع تشترى عشان العلامة التجارية بتاعتها أو علشان إن هي بتتصف بالجودة. عايزين نقول حاجة مهمة جدا، لا تتميز هذه السلع الخاصة بالإشباع المادي فقط، بل بتقدم ايضا اشباع معنوي. يعني السلع الخاصه بتشبع المستهلك ليس من جانب الناحيه ان هو تشبعه ماديا، ولكن في جانب معنوي ممكن يكون عايز ان هو يشتري هذه السياره، ليست اي نوع من السياره ولكن سياره تخليه او تحسسه قدام المجتمع بانه مميز، وان هذه السياره مش اي حد بيشتريها، فهو بيشتري هذه السياره لان هي باهظه الثمن وعشان الناس يقولوا عليه ان هو مستواه الاجتماعي مستوى مرتفع. النوع الرابع من السلع بنسميها السلع الاضطراريه. كلمه اضطراريه وتجد ان هي سلع انت بتشتريها غصب عنك. يعني ايه غصب عنك؟ زي الادويه، اذا الواحد يعني مريض واتكتب له دواء ما ينفعش ان هو ما يشتريهوش، هو بيشتريه فالسلع الاضطرارية هي السلع اللي ما بيخططش المستهلك لشرائها وبيضطر ان هو يشتريها عند الحاجة زي الأدوية ومعدات دفن الموت. ننتقل إلى النوع الثاني من السلع وهي السلع الإنتاجية، ودي السلع اللي بيتم شرائها علشان ننتج بيها سلع أخرى زي الآلات اللي بتستخدم في
انتاج القطن، زي مثلا البطاريات اللي بتستخدم في صناعة السيارات. ودي بتنقسم الى اكتر من حاجة، لكن بصفة عامة هي بيكون ليها خصائص. اول حاجة ان دوافع الشراء بتكون عقلية ورشيدة. زي ما قلنا، الخصائص بتاعت هذه النوع من السلع، ان عمليه ان لما حد بيكون بيشتري هذه السلعه بيفكر وما بيشتريهاش على طول، عشان كده بنقول ان دوافع الشراء عقليه ورشيده. وهذه الدوافع تنقسم الى عاطفيه وعقليه. تاني حاجه ان هذه الصفقه بتكون كميات كبيره. تالت حاجه ان مش كتير من الناس هم اللي بيشتروا هذه السلع، وإن الطلب على الصناعة بيكون مشتق من الطلب على سلع أخرى، زي مثلا مصنع الجلود بيستخدم الجلود علشان يصنع حقائب للثيدات. خامس نقطة، إن بتحتاج السلع الصناعية عادة إلى خدمات تانية. السيارات مثلا بتحتاج إلى ورش صيانة. بتتميز السلع الصناعية بالخصائص الميكانيكية، وبتتميز بإن هي محتاجة لتفاوض وفصال علشان الإنسان يشتريها، لأن بتبقى أسعارها عالية. مهم قوي إن رجل التسويق لما يجي يدرس القرارات الخاصة بالمنتج يعرف حاجة بنسميها دورة حياة المنتج. المنتج زيه زي الإنسان، بيبدأ كفكرة أو بيبدأ بيتولد، وبعد كده بيبقى طفل، وبعدين يبقى شاب، وبعد كده يوصل إلى السن اللي هو الكبير. أيضا المنتج بيمر بمجموعة من المراحل. المرحلة الأولى بنقول عليها مرحلة التقديم الأولى. طبعا بيكون الناس مش عارفين المنتج، فبالتالي بيحصل عملية تعريف لهذا المنتج، فبنقول إن بتتزايد المبيعات ببطء. ليه بتتزايد المبيعات ببطء؟ الناس مش عارفينه. وبتبدأ في بداية المنتج الشركة بتكون محققة بعض الخسائر، علشان هي بتبقى دافعة فلوس كتير في عملية البحوث وعملية تطوير هذا المنتج، ما بتستردهاش على طول. المنتج مش معروف للناس، عملية البيع بتكون بطيئة جدا. طبعا في هذه المرحلة بتحتاج الشركة ان هي تدفع فلوس وتتحمل تكاليف كتيرة في عملية الترويج والإعلان، وده بيخلي ايضا ان هناك خسائر اكتر. في العادة لما الشركة بتنزل هذا المنتج بتنزله بسعر كبير علشان تعوض هذه الخسارة، وبعد كده تبقى تخفض. ولكن أول ما بينزل المنتج ممكن ينزل بسعر كبير عالي جدا. بعد مرحلة التقديم الأولى بتظهر لنا المرحلة الثانية، واللي بنسميها مرحلة النمو. في المرحلة ديت بتبدأ المبيعات بقى ترتفع، وبيبدأ المنتج يثبت وجوده في السوق. وبالرغم من كده بنجد ان هناك تكاليف علشان الناس او عشان الشركة تروج لهذا المنتج، لكن الشركة في مقابل هذه التكاليف بتبدأ تكتسب عملاء جدد، وبتصبح الشركة ليها مكان في السوق وبتنافس الشركات او المنتجات المماثلة. الشكل دوت بيوضح لنا دورة النمو الخاصة بالمنتج. هذه المرحلة بتاعة التقدم، زي ما انتم شايفين المنتج بيكون موجود في السوق ببطء جدا. مرحلة النمو بيبدأ المنتج يرتفع، ولكن التكاليف ما زالت عالية، والطلب مع مرور الزمن بيبدأ يرتفع لمرحلة بنسميها مرحلة النضج. يعني أصبح المنتج بقى موجود في السوق وناضج، والناس كلها بتشتريه ومعروف. لكن بعد هذه المنتج بتحصل إن في منتجات تانية بتظهر، تقادم لهذا المنتج، الأسعار بتاعته بتكون أعلى من اللازم، فيبدأ الناس تبعد عن هذا المنتج وتتجه إلى المنتجات البديلة. فنجد أن هناك مرحلة بنسميها مرحلة التدهور، وينزل مرة تانية المنتج لمستوى اقل. لذلك لما يجي يوصل لمرحله التدهور، المفروض ان الشركه تقوم باعلانات وتقوم بتطوير هذا المنتج، وتبدا تطلع منه فيرجن جديد علشان المنتج يمر تاني بمراحل اخرى. بكده نكون وصلنا لنقطه مهمه جدا، وهي كيف نستطيع ان نضع استراتيجيات لاداره مزيج المنتجات. في الحقيقة بيوجد ثلاثة استراتيجيات هامة لتخطيط مزيج المنتج.
أول استراتيجية بنسميها استراتيجية تطوير المنتجات. يعني شركة علشان تدير المنتج عندها أكتر من استراتيجية ممكن تتبعها. بنقول إن من هذه الاستراتيجيات استراتيجية نسميها استراتيجية تطوير المنتجات. الاستراتيجية الثانية اسمها استراتيجية تقديم منتجات جديدة في السوق. الاستراتيجية الثالثة هي استراتيجية الحذف أو إسقاط المنتج. خلينا نشرح مع بعض كل استراتيجية بنوع من التفصيل. استراتيجية تطوير المنتج دي دايما بتعتمد على ان الشركة بتقوم بتطوير المنتجات اللي موجودة عندها، بدل ما تضيف منتج جديد هتاخد المنتج اللي عندها وتطوره وتحط فيه مواصفات تخلي المستخدم او العميل بتاعها يشتري هذا المنتج ويحس ان هذا المنتج اصبح ليه قيمة افضل من الاول. غالبا ما تكون هذه الاستراتيجية بتؤدي الى ان هي بتكون تكلفتها اقل من ان هي تنزل منتج جديد في السوق. ومخاطر انك بتنزل منتج جديد في السوق معناه انه بيعيش المراحل اللي احنا قلنا عليها. لازم يبدأ اول حاجة بان الشركة تنزله وتكلفة اعلى قبل ما الناس ياخدوا عليه وقبل ما توصل لمرحلة النضج. تاني حاجة في الاستراتيجية ديت ان تطوير المنتجات الحالية تعني ان احنا بنعدل خط منتجات من خلال انك انت كشركة تعمل اعادة تشكيل المنتجات القائمة وتستخدم طرق جديدة في التعبئة والتغليف. تالت حاجة ان المنظمات بتلجأ لتطوير المنتجات ديت علشان تستفيد من التكنولوجيا اللي موجودة في السوق، او ساعات بتطور منتجاتها لما تحس ان المنتج بتاعها بدأت مبيعاته تقل وتتدهور فتبدأ تحط فيه ميزة جديدة عشان الناس مرة ترجع تشتريه. أيضا علشان تخلي المنتج بتاعها دايما مميز عن الناس المنافسين. بالنسبة للاستراتيجية التانية واللي بيقول عليها استراتيجية تقديم منتجات جديدة، وده بيتم عن طريق حاجة بنسميها التوسع الأفقي. والتوسع الأفقي بيقصد به إن احنا نزود عدد خطوط المنتجات. ايضا يمكن ان يتم عن طريق التوسع الرأسي، وده معناه ان احنا نزود عدد المنتجات. يبقى التوسع الافقي ان انا اعمل منتجات جديدة، التوسع الرأسي ان انا ازود في عدد المنتجات في كل خط. ايضا هناك بعض الظروف اللي بتدفع الشركات ان هي تقدم منتجات جديدة، ومن اهم هذه الظروف الرغبة في اشباع الاحتياجات المتغيرة والمستمرة للمستهلكين، مواجهة المنافسة في السوق، تقادم المنتجات الحالية للمنظمة، الرغبة في تقديم تشكيلة متكاملة من المنتجات، الاستفادة من التكنولوجيا الجديدة، والرغبة من الاستفادة من الإمكانيات المتاحة العاطلة في المنظمة، والاستفادة من عوادم الإنتاج الحالية. علشان الشركة تقدر تستمر في وسط المنافسة لابد أن هي تقدم منتج مميز. والسؤال، كيف تستطيع المنظمة أن تميز منتجاتها؟ حقيقة الأمر يتم تمييز المنتجات من خلال أن تميز هذا المنتج باسم أو علامة أو صفة تجارية تختلف عن المنافسين. العلامة التجارية اللي بتميز هذا المنتج عن المنافسين بنقول ان هي يجب ان هي تكون لها اسم مميز بنسميه براند نيم. والبراند نيم هو الجزء اللي بيطلق على المنتج، زي مثلا سيارة المرسيدس او البي ام دبليو او سيفن اب. كل هذه علامات مميزة. انت حضرتك اقول لك سيفن اب بتعرف على طول ان هو المشروب، لما اقول لك البي ام دبليو هي سيارة. ايضا العلامة المميزة للصنف بنسميها البراند مارك، وهي علامة بتكون رمز او تصميم او لون او عبوة او عبوة معينة، زي مثلا الرمز الخاص بكريم نيفيا اللي بيبقى ليه اشكال معينة، في كريم نيفيا الازرق، كريم نيفيا لون مختلف عن التاني. هناك استراتيجية اخرى بنسميها استراتيجية التعبئة والتغليف، ودي بتؤثر على المنظمة وعلى مبيعاتها.
المفروض ان التغليف انت ممكن تعمل سلعه وهذه السلعه تكون جيده ومتميزه، ولكن طريقه التغليف قد تكون شكلها غير سليم، وبالتالي بيبعد العملاء عن شراء هذه السلعه نتيجه التغليف فقط، وبالتالي التغليف تمثل جزء مهم في عمليه الانتاج. فنقول ان هناك مجموعه من الخصائص التي تؤديها التعبئه الجيده والتغليف. من اهم هذه الخصائص اولا ان التغليف يعمل على وقايه المنتجات ويحفظها من التلف، كما انه يحافظ عليها من ان هي تتسرب او ان هي تتطاير، زي مثلا بعض اللي هو مثلا الديتول او المواد اللي احنا بنقول عليها النهارده في كورونا بنستخدم الكحول، وهذا الكحول اذا لم يغلب بطريقه معينه ممكن هو يتطاير. ايضا التغليف نقدر من خلاله ان احنا نسهل عمليه استعمال المنتج، ويسهل ايضا انك انت تتعرف على هذا المنتج بالنسبه للمنتجات المنافسه، شكله تعرفه على طول. استخدام العبوه بعد الانتهاء من اغراض اخرى ممكن تستخدم هذه العبوه. ايضا التغليف بيساعد في عمليه التخزين او نقل او تداول السلع. في نهايه هذه المحاضره بنحب نتكلم على المعايير الواجب مراعاتها عند اتخاذ قرار التعبئه والتغليف. هذه المعايير تتمثل في عمليه انك انت يجب ان يكون عمليه التغليف بسيط ومميز، لازم نجد البساطه في تصميم العبوه بحيث ان هي تخالف العبوات المنافسه لما نيجي نقارنها وتحس ان هي مميزه وشكلها يشدك. ايضا انسجام التعبئه مع خصائص المنتج، زي مثلا الميه او الزيت بيحتاج لعبوه شفافه علشان الناس لما تشوف جوه تحس ان الزيت شفاف ما فيهوش اي شوائب، ما تحس مثلا الزيت داخل عبوه، هذه العبوه مش باينه الزيت اللي جواها فالناس ممكن تشك فيه. ايضا اتباع سياسه التشكيل عن طريق تعبئه المنتج في عبوات مختلفه من حيث التصميم والاختلاف في الالوان والانواع والاحجام، ده مهم جدا. ادراج المعلومات، انك انت تكتب على التغليف من بره المعلومات كيفيه استخدام هذا المنتج مهم جدا، وكيف يمكن الاستفاده منه باقصى استفاده ممكنه. مهم جدا ان احنا واحنا بنغلف نخلي بالنا من ان هذا التغليف سوف يعني يزيد تكلفة المنتج، وبالتالي لابد ان احنا لما نيجي نعمل عملية تغليف يبقى ما يكونش التغليف اغلى من سعر المنتج نفسه، فنحط عملية او نغلف بتكلفة تتناسب مع سعر المنتج في السوق وفي المناسبة مع المنافسين. ايضا توفير المعلومات الفنية الخاصة بالمنتج على العبوة، زي وزنها ومكوناتها والنسب بتاعتها، تاريخ الصلاحية واسم الشركة. أخيرا وليس آخرا أشكركم لحسن الاستماع أبنائي الطلاب، ونلتقي في محاضرة أخرى إن شاء الله من التعليم الهجين والتعليم عن بعد. نتقابل إن شاء الله في قاعة المحاضرات، ثم أيضا نتداول في الأونلاين بعض الأشياء المهمة في مجال القرارات الخاصة بالتسويق. كان محدثكم الأستاذ الدكتور حسين سلحي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.